نسيت الواحد غايب رزقه، نسيت الواحد غايب رزقه، نسيت الواحد غايب رزقه، نسيت الواحد غايب رزقه. السلام عليكم السيد الامين العام المحترم ود العائله الشريفه ونسيب الشرفاء ديال حزب الاستقلال، نحترمك ونقدرك. معك حميد البوكيلي، عضو سابقا في حزب الاستقلال، وتنتمي لحزب الاستقلال ملي كانت في عمره 10 سنين، والاخ ديالو هو الفنان محمد البوكيلي الذي ينتمي الى حزب الاستقلال منذ قديم، من عهد علا الفاسي الذي تبناه وتبنى اعضاء الشباب ذلك الوقت. وانا احترم حزب الاستقلال، ولكن الان تتجي واحد الصدمه تنشوف عضو اللجنه التنفيذيه اللي فين هما اعضاء اللجنه التنفيذيه مثل نسيت الواحد غايب رزقه، نسيت الواحد غايب رزقه، مثل ابو بكر الجامعي الله يرحمه، ممكن عبد الكريم الغلاب الله يرحمه، مثل مجموعه ديال اعضاء اللجنه التنفيذيه المهمين واللي كانوا يحتمينهم حزب الاستقلال. الان اتفاجأ بان عضو اللجنه التنفيذيه وعضو في المجلس ديال الغرفه يهبط للمستوى ويجي يدير اجتماع في الغرفه ديال القنيطره مع مجموعه ديال الناس لا قيمه لهم، لا قيمه لهم، لا قيمه لهم. نسيت الواحد غايب رزقه، نسيت الواحد غايب رزقه. عضو اللجنه التنفيذيه ملي تيكون جاي شي تظاهره تيتلاقاو بالطباله وبالغياطه والناس تيساينوا عضو اللجنه التنفيذيه يجي. هذا اللي تربينا عليه. من يجي الشبيبه الاستقلاليه عضو اللجنه التنفيذيه تتكون تظاهره، من تيجي الكشاف المغربي تتكون تظاهره. فين هو افلال؟ فين هو المجموعه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وانا ابلغك سلامي وصفتك الفيديو نعم سيدي شوفو تبارك الله عليك. نسيت الواحد غايب رزقه، نسيت الواحد غايب رزقه، نسيت الواحد غايب رزقه.